السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل فيديو عن يعتبر يومي مع الخصوم كله، أول الركوب والتنظيف وأكل الحصان وسيبانه كمان وهرجع له إمتى وكل حاجة. أنا دخلت الحصان خرجته تمام. هبدأ أجيب الأدوات بتاعت التنظيف بتاعت الحصان، ومشط جسمه كده ونضفه الأول تمام، بعد كده أشد عليه إن شاء الله. عملية الفرك الصباحي قبل الركوب دي، احنا بنستخدم الفرشة دي، الفرشة الخشنة دي، وبنستخدم المهرشة دي وفرشة الشعر. الأول بنشيل كل العفرة اللي على جسم الحصان تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. البقعة زي كده برضو هنحاول نشيل الطين اللي عليها، بس نحاول نشيله بحاجة خارجية أو مثلا زي كده، بس ايه متوسخش الفرشة معانا. وطبعا انا مش هحمل الحصان قبل ما اركبه، يعني هياخد وقت قبل ما ينشف. احنا بس ايه هنحاول ننضفها كده. الحصان على فكرة اول مرة يعمل الحركة دي، اول مرة ينام على فيش عندي. لقيت النهاردة اصلا مغير مكانه في النوم تقريبا، لان كمية القش كانت متكتلة شوية في الحتة اللي بينام فيها، فهو تقريبا يعني استطراها ولا ايه فنام فيها. مش الحصان متبهدل او كده، بس ان شاء الله هحاول ان انا انضفها ايه قدر المستطاع يعني. وما نكمل بقية الحصان، جسم الحصان بالمقشة تنظيف، بعد كده هبدأ احط كل جسم الحصان بالمهرشة دي. من فوائد المهرشة دي ان هي برضو بتطير الشعر الزايد اول باول، يعني لو انت بتستخدمها على طول هتقلل معاك عدد مناطق الحلاقة شوية، والحصان دايما يبقى جسمه حلو وشعره جميل، شعر جسمه لامع ومش مطير كده وايه، يخلي الظهر عارف ان يبقى حساس وايه بالمحرشة كده. الحصان بيغير منها، فعلى فكرة انا بكون ملجم الحصان. يا رب هتطلع بالظبط. النهارده ان شاء الله واحنا راجلين الحصان باذن الله هنتكلم على موضوع الفعل ورد الفعل والثواب والعقاب عند الخير باذن الله تعالى. دي مش حاجه بتنزل اكتر من كده، بتاع دي بتنزل اكتر من كده. برجع تاني اعمله بالمقشه تاني او بالفرشه دي برضه ايه، صوت قصر برضه عفره او زي مش كده. طيب ايه دي تخليك الحصان مش نوعا ما. انا عادة بلم شعر الحصان بتوت من الصغيرة دي، بقيته الموم عشان برضو احافظ عليه. هبقى اعمل فيديو ان شاء الله مخصوص للشعر بتاع الخيل والعناية بإذن الله تعالى. مش عجباني برضو القطعة دي، هحاول اقابل حتة قماشة كده برضو ايه واظبطها يعني. النتيجة بعد التنظيف انا جبت الليفة شوية مية بليتها بس وعصرتها او نضرتها قوي وخشنتها شوية كده، مسحت الحاجات دي كويس، بعد كده حطيتها في المية تاني نضفتها ودعكت بيها تاني ونضفتها تاني تالت مرة ودعكتها تاني، وجبت حتة قماشة يعني شديدة الامتصاص زي كده
ونشفتها بيها، والحمد لله النتيجة يعني كويسة. من الحاجات المهمة قبل الركوب وبعد الركوب هو نقش الحافر، ان انا ابص على الحافر نضفه. مش كل الناس ومش كل الخيل بيرضى ان هو يتنضف الحافر بتاعه، خاصة الخلفي. تمام، هقول لك حاجة، هي بتيجي على حسب ما انت معود الحصان. الحصان هو حصان، وفي حصان صحيح قليل الادب وفي حصان هادي، لكن انت لو حابب تعوده او عندك المعلومة انك تعلم الحصان هتفضل هتعوده وهتعلمه. بيتعلم ازاي؟ الاول الحصان لازم يكون يعني بيحترمك، مش هو بيخاف منك، عشان الخوف منك كتير ده الحصان لو اتمكن منك ممكن يبهدلك. لو هو على طول بيخاف منك وانت على طول ضاغط عليه انك انت شرير وانك انت قوي، لا. الحصان برضو لازم يحبك على قد ما انا بشخط فيه، مثلا لو عمل حاجه غلط او كذا، لا انا برضو بخلي الحصان يحبني وادي له حاجه كويسه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فانا حابب ان انا اعوده على ان انا همسك رجله او هرفع رجله، الاول انا بشخط فيه بشد عليه، يكون معايا كرباك وبكون ملجم الحصان. الحصان بيرفض ان انا امسك رجله، فبمسك رجله في الاول بحاول ارفعها طبعا وانا في منطقه الامان. منطقه الامان وانا واقف هنا كده، دي منطقه الامان. تمام، فبمسك رجل الحصان من هنا وبحاول ارفعها كده اهو، بطلع رجلين اعمل حركه زي كده عاقبه، بس احاول امسكها تاني زي كده. بص هو كش لوحده، خاف، عرف ان انا عاقبه، فهم ان هو عمل حاجه غلط، هو كده فهم ان هو عمل حاجه غلط. انا دي تاني مره تقريبا اعود الحصان ان انا انكش رجله لورا، انا بصراحه ما كنتش بنكشها خالص. المره دي تقريبا هو استسلم، اروح انا اللي سايبها اقول له برافو عليك، لا برافو مش هضربك، برافو عليك برافو، همسح على وشه ويا حبذا لو كان في حاجه حلوه تديها له، هيستسلم معاك اكتر. تمام، انا يعني دي مش حصه للتعليم ان انا ايه اعمل النقطه دي، بس انا حبيت بس اعرف يعني نبذه كده عن الموضوع، ان انا لو حابب انكش رجل الحصان او حاجه هعمل له ايه. انا دلوقتي ان شاء الله هبدا انكش رجل الحصان قبل ما اركب، قبل ما اشد عليه رجلي. تمام الحمد لله، بعد ما بنزل رجل الحصان بطبطب عليه برافو، ودايما هستخدم له هو المكافاه او هي كلمه واحده بنبره معينه، اقول له برافو عليك وهطبطب عليه، هو بيترجم عنده ان كلمه برافو عليك دي مكافاه مش عقاب. العقاب برضو بيبقى كلمه معينه ايا كانت تستخدمها، بس بنبره برضو معينه في حده معينه، مع مثلا لسعه صغيره او مع تخويف بالكرباك. فده برضو اللي هو مبدا الايه، الثواب والعقاب والفعل ورد الفعل. دي الرجل التانية الخلفية، طبعا زي ما قلت لك انا لما انزل رجل الحصان هطبطب عليه اقول له برافو عليك برافو عليك برافو كده. الحصان عارف ايه الثواب وايه العقاب وايه الصح وايه الغلط. برضو بكرر الموضوع ده، ما بامنش الحصان ايا كان، لازم اعامله بحرص وببعد عنه. انا عشان الفه كده اكون حريص جدا، اخش من زاويه معينه في الحصان عشان ما يأذنيش الحصان. على فكره الحصان مش شرط لو اذاك ان هو يكون حصان وحش، لا عادي، ده ممكن يكون رد فعل منه طبيعي جدا، هو طبيعته كده، هو طبيعته بيرفض. حيوانات تانية زي مثلا الجاموس او البقر او مثلا حيوانات تانية ما بترفضش من ورا، بتنطح من قدام مثلا، فهو دي طبيعه فيه، هتيجي من قدام الحصان ما بينطحش. فكل حاجة أو كل حيوان بيبقى له معاملة، فالخيل أنا بحرص منه دايما منطقة الأمان بتبقى المنطقة دي جنب الكتف، ده بيطولني بالقدام ولا بيطولني باللي ورا. وطبعا بخلي بالي لو الحصان بيعض إن هو إيه ما يعضنيش. بعد الأسباب الرئيسية اللي بننضف عشان الحافر، الحجارة، بص ده حجر محشور في الحافر أهو، حصوة محشورة في الحافر، دي أحيانا بتسبب للحصان عرج. ادي الرجل الرابع، نزل الرجل وطبطب الحصان برافو
رابع مختار. انا عندي طريقه كده انا بشتغل بيها في الشد على الحصان. في ملايه كده قديمه بجيبها، الملايه دي بحطها تحت اللباده، ماشي، دي بتبقى حنين على جسم الحصان قوي وبتمتص العرق جامد. دي اول حاجه بحطها على جسم الحصان. برضو احيانا الناس ما بتاخدش بالها منها، ان انا لازم اطمن الحصان للحاجه. انا حصان الحمد لله ما بيخافش، بس في خيل بتخاف وبتكش جامد قوي. فالاول هروح جاي مشمم الحصان الحاجه دي اللي هتلمس جسمك دي، بيشمها بيطمن لها، بعد كده بتحطها على تمام. دي اول حاجه حطيناها. نفس الموضوع هشممه فيها برضو، ان في خيل بتكش جامد. انا حصان الحمد لله ما متعود على السرج والشد وكل حاجه، لكن انا بعملها من باب الايه، التعليم. دي تاني حاجة عشان نحمي ظهر الحصان. عندي لبادة تانية من السرج، السرج اللي عندي سرج هو الجلد الناشف ده، فده احيانا بيأثر على ظهر الحصان. فاحنا بنحط اللبادة التخينة دي، دي برضو لبادة انا بجيبها ركوب حر، بركب عليها ركوب حر، ليها بيبقى لها سير تاني كده كبير شد بيه. احيانا بحب اركب انا ركوب من غير سرج، يعني بتبقى كويسة. احيانا يكون عندك طاقة زيادة كده ولا حماس ولا حاجة، تركب من غير سرج يا معلم، توجع رجلي شوية بس حلوة جدا، مفيدة جدا للرجل. يعني هو عضلات الرجل جدا. تمام. بعد كده هنجيب السرج. اسف اللمبادة متبهدلة شوية. السرج انا بلمه بطريقة كده بحيث ما يبقاش ركبات مخبطة كده وراحة جاية معايا فيه. تمام. هوريكم ازاي. يعني برفع الجنب وعليه الركاب بتاعه، والجنب التاني وعليه الركاب بتاعه، والايه وال اسمها الخزامة، مش عارف اسمها ايه، ان كان اسمها. خاصة بنشد السرج لقدام شوية كده، وهو كده ايه بيريح، يعني كده 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 بيريح شوية. اللي بالنا منها ان احيانا الواحد هو بيشد كده بيشد، احيانا السير بيكون ضعيف، ممكن السير يتقطع. خلي بالك انت وانت بتشد جامد كده، السير لو اتقطع وايدك جت في وشك ممكن تبهدلك، او جت في عينك ممكن تبهدلك. فانت بتبقى حريص وانت بتشد، وبتبقى ماسك الحزام كويس. لو الحزام جامد ومش هتقطع، لو ايدك نفسها فلتت وانت بتشد، انت ممكن تضر نفسك. دي من الحاجات اللي الناس تخلي بالها منها. بسيطة برضو ومهمة، انك انت بعد ما تشد لازم تحط السير كده. عايز اقول لك ان الموضوع ده بيقوي السير، بيخلي السير قوي، خليه قوي. تمام. كمان من الحاجات البسيطة ان الخيل عادة وهو بيتشد بيبقى نافخ بطنه، فممكن بعد ما تمشي الحصان شوية ترجع تشد تاني على الخيل، على السرج هيشد معاك كمان شوية. بعد كده خلاص دي بقى هي اللي كنت انا رافعها، انزلها بالراحه كده عشان ما تخبطش الحصان. وادي الثانيه سرج على قده، يعني نقص على قدنا، قلنا ان احنا ناس على قدنا، مش زي اصحاب المزارع والناس الكبار اللي على دماغنا دول. ربنا يبارك لهم يا رب، نسال الله لهم البركه وللجميع. هنبدا نركب الحصان. الحصان تقريبا في دبانه او حاجه. تمام. طيب. هنبدا نركب الحصان. طيب انا هحاول اركب الحصان وانا مشغل الفيديو. انا بس بعت الكرباج عشان الحصان ما يشوفوش ويبقى خايف منه. طب انا دلوقتي هاجي هركب الحصان. الاول الركوب بيبقى من شمال الحصان، من على شمال الحصان. طب انا هاجي هركب هلم اللجام، هلم اللجام بطريقه متساويه كده. تمام. بطريقه متساويه، لا انا شده ولا انا سايبه، وهسند على المعرفه بتاع الحصان والسرج. وانا بركب هحط رجلي في الركاب، مش هركب على طول، لا هختبر الحصان، اشوف الحصان هيعمل رد فعله معايا ايه. اتحرك الحصان، هروح جاي نازل. لما هنزل انا مش هنزل كده وخلاص، لا انا هعرف الحصان ان اللي هو عمله ده حاجه غلط. ازاي؟ ارجع خطوه واحده ورا بس كده باللجام. دي بالنسبة له هي عقاب كده، هطبطب عليه، هوقفه تاني، هعيد تاني. الحاجات اللي الناس لازم تعرفها في الخيل
او اي حاجه، التعليم بيحتاج صبر، بيحتاج صبر وطوله بال وتكرار كتير كتير جدا، ما تملش لما الحاجه تتعلم. هعمل تاني نفس الموضوع اهو، هحط رجلي وهرفع نفسي، الحصان وقف اهو، هرفع نفسي تاني، الحصان وقف، سيبت معايا الحصان. طيب ممكن انزل واطبطب عليه واقول برافو برافو ان هو كده تمام، ده المطلوب منك انك انت لما اجي اركب ما تتحركش. اعمل تاني، اركب تاني، بسم الله اهو، حطيت رجلي ورفعت نفسي، الحصان واقف معايا، الحصان واقف اهو. طب وانت عم جاي تعلم الحصان دلوقتي؟ لا والله مش شرط، بس عادي يعني، الحصان معلمه من قبل كده، بس احيانا بيغير يعني او بينسى مثلا او ايا كان. المهم ان في التعليم محتاج ان انا عندي صبر، لو الحصان مش متعلم هيغلبني اكتر من كده بكتير على فكره. بس من الحاجات الجميله في ركوب الخيل انك اول ما تركب تقول دعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. وصلت الحمد لله، خلصت الرحلة. أصور برضه إن لما بنزل من الحصان بعمل تمام، شوف له بقه يبقى غيران منه، خليك لو نشفت على يعني محتاجة نفسي، أنا نشفها بسرعة كده الحصان غيران منها تمام، وخلي بقه دي أول حاجة. كل جام لازم يتشطف، ما سيبوش الحاجات دي بتخليه يصدي. وهو السرج بس هلمه كده الاول، انا برفع دي كده، بجيب الجنب التاني اهو بوديه على جنب كده، الجنب التاني بجيب الركاب التاني بتاعه بمسكه، حتى حل شيل السرج ما بيتعبنيش. اهو بقى السرج واسيبه شويه على ظهر الحصان، بس بعين واسعة كده، سيب الحصان يا بس هجهز برضه غطا اكتوماترين على تقريبا ايه قول نص كده، برضه هستخدم الليف. هنزل السرج من على الحصان، الجو ما كانش حر، الجو حلو، يعني الحصان يعتبر ايه ما عرقش قوي تمام. اشتغل بالليف كده على الايه رجل الحصان اهو، هنفضها تمام. الميه على عضلات الحصان واعمل مجهود، بتعمل له عملية استشفاء وبتخلي الحصان اعصابه تهدى يعني. دي وقاية من الحشرات وقت راحة ونظافة للحصان. الحصان بعد المشوار بيبقى مستلذ بقى للوقفة. يفضل اضغط في الحته دي كده، الفريم ده بيظبط بس اعمل خطوات بس بس بس. مهمة جدا ان انا اعود الحصان ان انا اعمل له الاماكن اللي ضيقة دي. افش بس بس بس
مكان الظهر كده ماسح بس كده برضو المكان اللي هو عرق فيها دي. العرق مش شديد جدا يعني عرق بسيط اهو. عادة بيبقى سايب حواف على اثر الايه السرك. في ناس طبعا بتقول لا سيب الحصان ده ما ينشف خالص. والله دي مدرسة ودي مدرسة تانية مش مشكلة يعني ان شاء الله كله صح. لو في معلومات غلط في اللي بنزلها دي وفي ناس برضو عندها علم بيها يا ريت تصحح لنا مفيش مشكلة. انا قلت من الاول انا بنقل طريقتي البسيطة اللي انا شغال بيها واللي انا شايفها صح وبنقلها للناس اللي ما عندهاش فكرة. تمام دي عند المنطقة الخلفية اكتر فيها شوية عند الديل كده التوماتين والحاجات دي مفيدة جدا ان انا دايما بتعمل بها في الاماكن دي هتلاقي المنطقة نظيفة وناعمة وكويسة بسبب المداومة على استخدام الاكتوماترين. هتحط ايدك هتلاقي الدنيا الحمد لله من ما فيهاش اي خشونة بفضل الله رب العالمين. بس هي حاجة بسيطة جدا بس كأنك حميت الحصان حماية كاملة يعني. بس هي مش حمى يعني ومش هتاخد منك وقت طويل ولا مجهود الحمى يعني. دي رقبة الحصان كمان نرفع المعرفة كده. تمام واحنا عايزين نجيب المنبت بس بتاع المعرفه مش هنبل الشعر كله. الشعر في الحمى مغسول بشامبو واخد زيت ومتظبط فاحنا بس هنجيب المنطقه دي كده بالايه بالمنبت بس. تمام اهو كده اهو كده كده مش هغسل الشعر يعني بس كده اهو. عندنا ناحيه بتعرق برضو اللي هي ورا الايه ورا الرشمة هنا كده اهي ننضفها بدل لما بتنشف عرقها من اللجام تبقى سايبة اثر وعلم. بس متخافش بس يا عم اختار خلاص 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 يا سيدي. الخير بيغري جدا من ودانه ومحرز زي ما ان المية ما تجيش في ودن الخير. هنا من الجنب التاني برضه هنرجع شعر المعرفة اليمة التانية وهنعمل المنبت من هنا كده. الهدف بس ان انا اعمل ايه المنبت مش ان انا اغسل الشعر. والله طبعا بيمنع ان الحشرات تتكون تتجمع في الاماكن دي زي الامل مثلا الغراض الحاجات دي كلها. انا ما بنخافش من الطير طبعا الطير ما بيخشش هنا طير عشان الرجول بخاف من الرجول وجسم الحصان يفضل يلدق فيه دي اللي هديله. هو المنطقة اللي كان مكان السلك الحصان بقى لما هينشف الحصان هيبقى نضيف جدا ولا كأنك ركبت الحصان في نفس الوقت بيبقى واقف مرتاح ونضيف ميفضلش يفرق في نفسه. نص ساعة هتيجي تلاقيه ولا كأنه اتركب في نفس الوقت
ما حد يقدر مات اوبتومترين، يعني اثر الاوبتومترين ده ممكن يقعد على الجسم اسبوع. يعني انا لو عملت الموضوع ده كل اسبوع حتى من غير محمي شامبو، انت برضو محافظ على حصانك جدا جدا جدا، وغطاء اوبتومترين يعني مش مكلف. الله المستعان. بص المنطقة دي ناعمة الحمد لله، من فضل الله ونظيفة بسبب المداومة على استخدام التومترين ده. قلنا قبل كده الحركة دي يعني محدش يعملها إلا إذا كان عارف حصانه وحصانه عارفه، وإلا رصة الحصان قاتلة. هندير كده كله الدوات. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. بس سامين خلاص خلصت. قلنا المايه كمان بتعمل استشفاء للعضلات الحصان، ما بيقلمش عضلات الحصان، ما بتقلمش عضلات الحصان بعد المجهود. دي هنزود عليها شوية عشان تتوسخ اصلا. انا دايما بحب ازود في الاماكن المضيقة اللي زي كده، انا عارف الاماكن دي بتضايق الخيل. يفضل طبعا ان احنا ننقش الحوافر تاني بعد المشوار. خلصت انا كده؟ لا لسه، هسيب الحصان ينشف مكانه. انا عامل الحصان مكانين، مكان بربطه فيه الصبح من الصبح لاخر النهار، ومكان تاني بدخله فيه اخر النهار بتاع الصبح. عشان هو مش يعني مكان مش مش مش, مش مجهز قوي، فانا بربط الحصان فيه، بسيبه مربوط ما بسيبهوش. فهنضف المكان ده دلوقتي ماشي، وهخش هنضف المكان اللي كان بايت فيه. بعد ما انضف ده هربط الحصان هنا وهحط له على الفتو، وهجهز المكان التاني هروقه برضو. السرج لازم يتحط على حاجة تكون ايه، يعني زي حاجة بيسموها حمار كده يتحط عليها السرج. احنا زي نستخدم مع بعض اهو، يعني مفيش حاجة متغيرة فيه. أنا حصاني عنده عادة إن هو
يتبول في حتة معينة هنا كده، البول بتاعه هنا، ويفشل في المنطقة دي عادة. والنهاردة عامل فشلة هنا كده مش عارف ليه، وكان نايم عليها اللي كانت عاملة له الباتش دي. قلنا من مميزات القش ان هو سهل التنفيذ، ولما يكون القش سليم يبقى صعب انك انت تنفيه بالطريقة دي، أصعب جدا. فخلينا مع بعض كده نجرب الدنيا فيها ايه. وعلى فكرة الموضوع يعني مش مجهد اوي بالنسبة لموضوع تنظيف الخيل او خدمة الاخر، انا شايفها بصراحة مش مرهقة يعني. انا شوية تمارين يساعد الواحد على حتى حرق الدهون شوية. بحاول اعزل التبن السليم لوحده بحيث اعرف اشد الفشل، واسف طبعا ان انا بنقل الحاجات دي كده يعني او المنظر ده، بس برضه للناس برضه تاخد فكره احنا ليه بننظف كل يوم. ارضيه الحصان، ارضيه الاسطبل نظيفه، اي حته مرطبه بشيلها. ادي الفشله اهي، بشيلها كده اهي، بركنها على جنب. تمام، بعد كده هجيب غلق وهشيل الايه، وهشيل الحاجه دي اهو، نفيتهم من القش، جبتهم. وده طبعا القش ده كله نضيف اهو، اركنه على جنب، اعيد توزيعه تاني في البوكس عشان انا عايز استخدام القش ده. حاجة مريحة جدا 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 جدا. احنا مع بعض اهو شايفين ارضية ايه، ارضية البوكس اللي انا كمان شغال بيه واحدة، ماسك الموبايل ده. تمام، مع بعض اهو شدها. ارضية جافة، ارضية البوكس جافة. تمام، لازم نكون حريصين عليه، النظافة الشخصية للحصان، نظافة المكان اللي الحصان قاعد فيه. بص القش، نمتص شوية المية وأقفل عليهم ونزلهم تحت. هما داخلين تحت، لأن الحصان لما يتبول مية، المية أصلا يعني بتنزل تحت، بتنزل على البلاط تحت، تنزل تحت متوسخش فوق، وتتمدد تحت على البلاط، ويبدا الطبقه اللي تحت من القش هي اللي بتمتص الميه، فالدنيا ما بتبقاش بايظه خالص. تمام، ومع ذلك تقول ان هو سهل التنفيذ اهو. ده انا بحاول ان انا ايه، اسيب الجزء بتاع الميه بس عشان برضو كمان اوريه لكم هو حته قد ايه. القش بتشتريه، ممكن تشتريه بال، وانا عندي مكنه بدرسه بيها، مكنه صغيره كده تدرس اي حاجه اللي هي بيعملوا بيها الذره، الذره المخموره، بتستخدمه للعلف العجول كده البهايم. فهي من مميزاتها ان هي بتفرز، بتدرس القش ده برضه، بتدرسه ناعم كده زي التبن. وعلى فكرة القش ده ممكن يتعلف بيه، يعني القش ده أصلا ممكن تعلف بيه بدل التبن القمح، شغال برضه مقوي في يعني، مش وبيتاكل. وطبعا لازم ننخله زيه زي التبن النخل. ادي القطعة المبلولة اهي، ماشي، وكانت مش مبلولة يعني البلل اللي هو شديد قوي قوي، لا. وانا عمال بعمل كده برضه عشان انشف الارضيه بالجزء اللي نشف في القش اهو، وهشدهم اهو. تمام، انا فيهم عامل كبير، كل ده انا بحاول اخلي اكبر قدر من القش. انا طبعا مش هغير الفرشه كلها عشان الشويه دول، نفس الوقت حتى يعني نقل القش وتغييره ولمه ورجع فرشه ده برضو حلو للقش يعني، وحلو للمكان. تمام،
احاول قدر المستطاع ان انا انفي اكبر قدر من القش اهو. امسك البتاع بايد واحده عشان بصور بس. الشوية دول يعني يعتبروا نص جاف، هسيبهم شوية كده وهبدأ أشيل ده أهو اللي هو عامل فيه مية. أظن إن كل حصان بيبقى له طبع يعني عمل الأمان بتاعه والكلام ده كله. بقوم بجنب كده برجع أشيلهم بالورق ماشي. هلم الشوية دول شو هدول هفرشهم كده بكره هيتشربوا وهيعجنوا الدنيا. هجيب له شويه قش عشان انا ما فقدتش القش كله، يعني مش قلت قش كده وباخد منها قش شويه قش جديد ده حتى اللي انا طلعته عوضت بداله كميه القش اللي الحصان بينام عليها تفضل زي ما هي. حتى لما يجي يتبول فيها هيبقى فيها امتصاص عالي قوي بس. وهرجع افرد القش تاني. طبقة القش طبقة انا عايز اقول انها طبقة سميكة يعني نص الارضية الحصان تكاد تكون شبر تكاد تكون شبر. يا عبد الله يا عبد الله هيجي هو زمان بيعمل اهو بفرد القش تاني بعيد. هو قال هيجي لك الساعة 7 يا عبد الله ان شاء الله هيجي لك الساعة 7 بإذن الله. وعملت عليه فرش تاني للقش تمام وشفت جميع أرقام الأوضة ويا حبذا لو استخدمت مطهر كمان المكان قبل ما افرش القش تاني ده هيبقى افضل وافضل باذن الله. اللي انا هعمله كمان ان شاء الله باذن الله تعالى ان انا هقفل الشباك ده والشباك ده والباب بتاع الحصان هقفلهم سلك ناموس وهستخدم مبيد حشري اللي هو رجل مثلا بدون رائحه بدون رائحه بحيث الحصان في الصيف الدبان والناموس ما يضايقوش. لان الواحد مننا مثلا لو دخل ينام وفي ناموسه واحده في الاوضه ما بيعرفش ينام. فدي باذن الله هعملها ان شاء رب العالمين. اسف على الاطاله طولت جامد قوي في الفيديو معلش بس جايب لكم تفاصيل كتير ان شاء الله باذن الله يكون في ناس بتستفاد من الكلام ده ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسن بسم الله تعالى. تمام قعدنا قاعد فرش الستوب تاني البوكس زي ما قلت انا بدخل الحصان في المكان ده اخر النهار فانا عامل له مكانين انا اعتبر بنضف له كل 12 ساعه وفي الواقع انا بنضف كل 24 ساعه بس انا مثلا ما بفضاش غير الصبح انا موظف مثلا فبخلص بنضف هنا وهناك تمام وبنقله هناك وباجي اخر النهار بس من الشغل اروح جاي دوبك عالفه ونقله مش فاضي انا بقى ايه هنضف صبح وليل لا. فبعد ما بخلص الركوب وانا كده كده خلاص متبهدل بنضف المكانين بدخله هناك واخر النهار ادخله هنا وعارف. بس هو مش مطلع كتير هما تقريبا غرق وانا حطيت بدلهم مش واليمه التانيه كذلك بيبقى غرق برضه. اوكي تمام انا جهزت المكانين هناك
وهنا زي ما دوت عليه في الحصان وهدخله واخر النهار انقله اليمن التاني.